من باريس مدير المعهد الفرنسي الجيوسياسي دكتور فريدريك إنسيل. دكتور فريدريك مرحبا بك معنا. بداية عن هذه الأرقام اللي تم الإعلان عليها بشكل رسمي من قبل وزارة الداخلية الفرنسية، إلى حدود منتصف النهار 25.48%، هذا على مستوى الوطني، أما على مستوى إيل دي فرانس فتم التسجيل أو أقل نسبة، وفي باريس أقل من 15%. ما الذي تقوله وتطرحه كل هذه الأرقام؟ نقطتان أساسيتان. أولا أن هذه الأرقام ضعيفة لكن ليست تاريخية. في 2002 كان هناك مرتان وصل اليمين المتطرف للدور الثاني لمنافسة جاك شيراك، وفي 2002 كانت المشاركة متدنية وأضعف من الآن. الشيء الثاني هو أن مسألة العزوف موجودة، الكثير من الناس في رأيي مع تداول مخاوف العزوف فإن هناك عددا كبيرا سيذهب للتصويت، لأن هناك بعض المخاوف من صعود بعض التيارات، ولذلك سنرى أن هناك مشاركة ستكون في الدور الأول لزيادة فرص بعض المرشحين، وإيمانويل ماكرون لا يوجد في موقع ممتاز كبير، رغم أن المنافسين ليسوا أقوياء، مع ذلك في رأيي سيكون هناك مشاركة. المشاركة في إيل دي فرانس ضعيفة لأن هناك شباب أكثر بالمقارنة مع باقي المناطق، والناخبون هناك ينتمون للجيل الأول والثاني والثالث من المهاجرين، وبالتالي هذا أمر مفهوم. طيب، ولكن هل هذه الأرقام حاليا، خاصة أعلى نسب المشاركة في ساون الوار، في لجار، في لغداش، وهي مناطق ربما تعج بالأرياف وبالمزارعين كفئة تصوت غالبا لأقصى اليمين وللوبان، بالتالي هل الأرقام في حدود الساعة تخدم لوبان؟ العالم الزراعي والمزارعون في فرنسا منقسمون، هناك محافظون شديد المحافظة، نعرف أن معسكر مارين لوبين نجح مؤخرا في استمالة الكثير من الناخبين في الأرياف، أولئك الأشخاص الذين يعيشون في مناطق خارج المدن والحواضر، لكن علينا أن نعرف أيضا أن المجتمع القروي ضعيف ديموغرافيا، لأنه في الوقت الحالي حتى لو كان هناك احتمال بأن تزيد مارين لوبين من نسب تصويتها في الأرياف، فإن هناك وجودا أقل للناس في الأرياف ووجودا أقل للناخبين هناك. طيب، بالنسبة لميلانشون، عندما نتحدث أن الضواحي باريس كانت أكثر المناطق أو أقلها في نسبة المشاركة خلال الدورة السابقة حين حل رابعا، ولكن بأقل من نقطتين عن مارين لوبين اللي حل الثانية، هو حصل على أعلى المراكز في هذه الضواحي، حيث الاشتراكيين، حيث اليساريين، حيث العمال كذلك، خاصة في منطقة سان سان دوني اللي شهدت أقل نسبة على مستوى البلاد حتى الآن. نعم، هذا دقيق. المرشح جون لوك ميلانشون يمثل الاشتراكية وكذلك المعارضة. إذا أضفنا إلى هذا تصويتا مفيدا بين قوسين، لأن المرشحين الباقين هم بعيدون عنه،
لذلك سنستنتج أنه بإمكان جون لوك ميلونشون أن يصل إلى الدور الثالث، فهو الآن المرشح الثالث الأوفر حظا. لذلك على ما يبدو استراتيجيته جيدة وهو يبلي بلاء حسنا، لكن لابد من الوصول إلى الدور الثاني، لأنه إذا لم يحدث ذلك كأنك لم تفعل أي شيء. ولذلك نقول الوجود في الموقع الثالث هو غير واعد جدا. ولذلك أود أن أضيف أن جون لوك ميلونشون سجل نقاط عديدة في السنوات الأخيرة، ليس فقط في التصويتات العامة والعمالية وفي الأماكن المهمشة، وإنما أيضا في صف المهاجرين. وكذلك لابد من القول إنه في الوقت الحالي الأرقام الخاصة بالمشاركة كونها ضعيفة، وكما قلت قبل قليل هي في صف المهاجرين، هذا أمر ليس جيدا بالنسبة لميلونشون، لأن هؤلاء الناخبون هم الذين يعول عليهم ويراهن عليهم. وإذا حصل هناك انخفاض في التصويت من هؤلاء فهذا سيضعف احتمالات نجاحه. نعم. طيب بسرعة دكتور فريدريك، بما أنك أشرت لمسألة التصويت الإيجابي عن تصويت السلبي اللي بدأ دوره عن دوره يكثر في فرنسا، ما هي الرسائل من ورائه؟ هذه هي القضية المركزية. منذ 2002 والعديد من الاقتراعات كان هناك زيادة وارتفاع في معارضة المشاركة في الانتخابات مع حركة السترات الصفراء، وكانت هناك معارضة قوية عبر عنها في أقصى اليمين وأقصى اليسار. نجد هناك تطرفا في اليسار ممثلا في جون لوك ميلونشون، وكذلك هناك يمين متطرف أيضا. في السابق لم يكن هذا هو الوضع السياسي، كان هناك يمين ويسار لكن دون أن يكون هناك تطرفا. كان هناك جون ماري لوبين الأب وبعده مارين لوبين. الآن لأول مرة هناك معارضة شديدة أدت إلى وجود يمين متطرف ويساري متطرف، إذا استثنينا بعض الآخرين الذين هم معتدلين شيئا ما. الآن لدينا مارين لوبين وإيريك زمور، الاثنان ينتميان إلى اليمين المتطرف، ولذلك هذا سيضع الناخبين أمام وضع جديد لمعرفة ما إذا كان هناك لهذين الحزبين صدى في صفوف الناخبين، وما إذا كانت مارين لوبين ستصل إلى الدور الثاني وبالتالي ستستفيد من تلك الأصوات التي سجلت لصالحها في مراكز الاقتراع. نعم، شكرا، شكرا جزيلا لك، وعذرني على المقاطعة ولكن انتهى وقتنا. مدير المعهد الفرنسي الجيوسياسي دكتور فريدريك أنسل، شكرا جزيلا.